فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز قول لو بالنسبة للأمور الماضية؟ بالنسبة للأمور الخير، لو تقال بالنسبة لأمور الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولجعلتها عمرة. تمنى فعل الخير، أما لو في غير فعل الخير فلا تجوز، لأنها من عمل تفتح عمل الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.